الأهداف، نروح نشوف الأهداف الأسبوع بالصوت والصورة. منقولة ويه على طول، جول جول هشام شعبان، حلوة 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 حلوة، عدى وفات، عملها له البدري من الشمال يغمزها على طول، فادي فادي نقول ايه في الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء، وادي على طول فخري والرأسية وجول جول عبد المنعم. الله يا ولد عبد المنعم، محمد عبد المنعم بيسجل في الدقيقة 43 الهدف التالي، انما طلع لها السهل حاططها كده يعني جياله، راح حاططها في العكسية. بدري لمصطفى عزت، لبدري مرة تانية عايز يرفع، عامل العرضية بدري عند فادي، فادي فادي جول، فادي وجول فادي، حلوة حلوة حلوة، يسجل فادي واحنا في الدقيقة 27 من الشوط الثاني. حالة من التساهل من لاعبي النادي الاهلي في اللقاء، مستسهلين اللقاء. قطه يلعب لمحمود صابر، صابر ضم يا صابر، ضم يا صابر، صابر صابر يلعبها جول 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 جوه جول، هدف اول للنادي الاهلي عن طريق اللاعب محمود صابر، سرعه نقل الهجمه وهدف هيفك اللقاء ويحل اللقاء، خلي فريق مصر الجديده يتخلى عن الحذر الدفاعي، والنادي الاهلي يضع هدف اول في اسرع هجمه نقلها النادي الاهلي بشكل منظم وسريع، هدف البدايه في الدقيقه 31 من احداث عمر شوط اللقاء الاول عن طريق اللاعب محمود صابر. الركله الركنيه اتلعبت على القائم البعيد، هشام يا ولد يا ولد يا يوسف يا غالي، يا ولد يا ولد يا ولد يا يوسف يا غالي، يا سلام عليك ولد، ضربة رأس في أقصى الزاوية والباص الأيسر للحارس محمد عبد الناصر، يوسف غالي يضع أجمل هدف في هذا اللقاء حتى الآن، ضربة رأس قوية اتلعبت على القائم البعيد، ارتقاء وهدف على طريقة الغالي، الغالي حسام غالي. جلال محمود صابر يلعب ويعلق، صابر مرة تانية عند مازن، مازن مازن مشي بعرض الملعب، يلعب عربي حط يا راجل، جول 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 جوه جول، هدف ثالث للنادي الاهلي عن طريق احمد عربي في سقف المرمى، في سقف المرمى، التصويبه بباطن القدم من الولد احمد عربي، يعني على طريقه البلياردو، هدف ثالث للنادي الاهلي عن طريق احمد عربي، لكن اتلعبت عرضيه والاختراق الجميله وعربي قابلها مره واحده على طريقه البلياردو، سيف يرجع ويسلم عربي، مش عربي، عربي تمرير عربي مع مازن، مازن وسع، مازن عدى، مازن هيعدل ويصوب، بيصوب ويسدد جول، ولد يا ولد جوه جول، اللاعب مازن هاني، مازن هاني يضع الهدف الرابع للنادي الاهلي، اتطوح بجسمه وموه بجسمه وراح بالقدم اليسرى حطها في الزاويه الصعبه على يسار حارس المرمى، يضع هدف رابع للنادي الاهلي، اربعه للنادي الاهلي. لاعب مازن هاني، رهان بيراهن عليه الكابتن ياسر محمدين، اللاعب مازن والهدف الرابع للنادي الاهلي، طالع يوسف غالي عايز يعملها للمره الثانيه، قطع مازن على القائم الاول، قطه يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الله يا قطه قطه، هدف خامس رائع وده مزدوجه خلفيه، يا سلام على المهاره، يا سلام على الجمال، ايه يا ابني ده، ايه الحلاوه، ايه المتعه، ايه الاداء الرائع، وايه المزدوجه الخلفيه، يعملها جميله على طريقه عمر السومه. الركله الحره اتلعبت مرة تانية، عمر رزق يصوب ويسدد جول 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 جوه جول، هدف أول للنادي الأهلي، مخطوفة خط من اللاعب عمر رزق، والله هدف على طريقة أهداف أحمد بلال، يعدل بالقدم اليسرى وبالقدم اليمنى، يضع عمر رزق في الشباك هدف أول، هوبا أبو هاب للفيل، يلا فيل الثانية، فيل الثانية، فيل يصوب ويسدد جول
جول جول جول جوه جول حماده الفيل. قلت لحضراتكم الثاني يا فيل، الثاني يا فيل، والثاني عملها حماده الفيل بالهدف الثاني. عملت وطبت، عملت بند خفيف وتخدع حارس المرمى 2-0. حمزه علاء ومحمد علي، حمزه علاء، ولكن هدف، هدف اول لفريق سموحه. كوك كوك يلعب ويعلق، من مكمل، من قاطع، مش ممكن. جول 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 جوه جول. هدف البطوله، هدف البطوله بمشيئه الله. هدف ثالث للنادي الاهلي، عملها هاني عمرو، عملها هاني عمرو، وهدف ثالث للنادي الاهلي. خد نفسك يا كابتن احمد. هنروح دلوقتي لمنتخب الاسبوع داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وتشكيله الافضل. اكيد في لعيبه تالقت خلال الاسبوع اللي فاتت سلوكيا وفنيا. هنشوف دلوقتي، هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي تشكيل الاسبوع لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وهنبتديها في حراسه المرمى. لا، حارس المرمى محمد اشرف مواليد 2000، خط الظهر عمر حجاج 2001، يوسف غالي 2002، علاء الشربيني 2000، ومحمد اشرف 2001. خط الوسط اسماعيل الليسي المنتقل حديثا في يناير 2000، يوسف عثمان 2001. تحت المهاجم زياد طارق مواليد 2000، وانتظروا اسم وافتكروا اسم زياد طارق. زياد طارق ما شاء الله من اللعيبه المميزه داخل 2000، ودايما بيتم تصعيده لفريق 99. ويوسف علاء مواليد 97، وعمر رزق اللي احرز هدف 2001، والعربي جمال مواليد 2000 في الهجوم. دي تشكيلة اللعيبة اللي تألقت داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي خلال الأسبوع اللي فاتت. ما شاء الله لعيبة كلها مميزة، وإن شاء الله نتمنى لهم أن يكونوا موجودين في يوم من الأيام مع الفريق الأول بالنادي الأهلي. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم.